ادخل. ممكن اعرف شو عم يصير بالمصنع يا سيد عبد؟ كوني مدير اعماله لابراهيم بيك. شو تحقيق؟ منو هان؟ كاني لامح وشه قبل هالمره. شو بده منك؟ وشو بدك منه انت بالتحديد؟ شو اللي انا بدي اياه هذا قريبا رح تعرفه. بس شو اللي انت بدك اياه؟ انا بدي حافظ على هذا المصنع اللي فنيت حياتي فيه. كم سنه صار لك عم تشتغل عنا انت؟ انا اول ما حطينا حجر الاساس. عال معناها بتمرق لعند المحاسب، خليه يشوف شو الك عندنا تعويضات ويصرف لك ياهو، والله معك، ما عاد بدنا اياك تشتغل معنا. ماشي ماشي. بس بالمناسبه انا عرفته لهذا الشخص اللي كان عندك، وعرفته منيح منيح، وقبل ما امشي رح اقول لك انه ما رح اسمح لك نهائيا انه تبيع المصنع حتى لو اتبعت كل الاساليب. شي حلو والله، كله عم بيهدد. يعطيك العافية يا معوض. الله يعافيك. إبراهيم بيك موجود؟ ايه موجود بالصالون، تفضل. يا فصلك من الشغل؟ هذا الولد يا ابراهيم بيك بده يخرب بيتك. لا من الناحية لا تاكل هم، بيتي بإيد أمينة. يا رب. تعال معي تعال. أبو العز، أنا بحياتي ما تخليت عن أي حدا، فكيف الناس اللي وقفوا معي طول العمر؟ تفضل. شو ها؟ هدول 5 ملايين ليرة عشان تبدا فيهم هيك شي مشروع، يعني بدك تقول تعويض يعني. بس والله يعني انا مو جاي مشان هيك بنو بنو. بعرف مشان شو جاي يا ابو العز، وبعرف انه المعمل هو حياتك يا سيدي، مو بس حياتك، حياتي انا، حياتنا كلياتنا. آخ انا بعرف كمان انه عبده عم يخبص، بس يا اخي هذا الشيء العقلية جديدة وتفكير جديد، بس وحياة عينك يا ولز، شو من كان عبده عم يخبص، تأكد انه انا حاسب حساب لكل شيء، لكل شيء. اتركه اتركه وخليه يعمل اللي بده اياه، وحياة عينك صاحي له. بالنسبة لك يعني اذا كان هذا المبلغ ما بكفيك، تعرف غلاوتك انت يا ابو العز، وحياة عينك رقبتي سدادة، جاهز لأي شيء بتطلبه. ابراهيم بيك أنا جاي مشان موضوع أخطر من هيك وأهم. خير؟ عبده ناوي يبيع. يبيع شو؟
المعمل؟ لا 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 لا، هو ابو العز المسرحية تقيلة. وحياة غلاوتك يا ابراهيم بيك، ما عم بكذب. ابو العز شوف لك هلا، يعني اذا كان عبده فصلك بالمعمل ما بالضرورة لك يا اخي تجن عليه. اعوذ بالله، ولا يمكن عبده يفكر هيك شيء، ولا يمكن، مستحيل. ابني وبعرفه شو الحكي يا ابو العز. ابراهيم بيك عبده عم يسمسر على المصنع.